كثير من الرجال من زعل المرأة واللي يكون في بعض الأحيان بوجهة نظرهم بدون مبرر أو حتى ما في أي سبب مقنع أنه هذه المرأة تزعل. فالمرأة بطبيعتها حساسة وتتحكم بها عاطفتها بشكل كبير في أمور كثير. عشان كذا زميلنا مبارك الكويكبي كالعادة سأل مجموعة من الأشخاص في قول رأيك عن أبرز الأسباب اللي تزعل المرأة برأيهم الشخصي. خلونا نشوف الإجابات من بعدها نرجع نعلق عليها. يقول رأيك اليوم راح نسأل الناس عن ثلاث أشياء تزعل المرأة، وأيضا راح نختمها بسؤال للمرأة. خلينا نشوف اليوم الزوار إيش قالوا. أول شيء إذا مدحت مرأة أمامها على طول تفصل عليك. الشيء الثاني يعني مثلا تكون أنت وياها مع بعض فجأة تفصل وتصارخ تنهار فجأة بدون أي شيء، ما في أي سبب مقنع والله. والشيء الثالث اللي إذا أرسلت لها رسالة أو هي أرسلت أنت رديت عليها مشغول أو أنك نايم، ليش ما رديت علي، أنت شو قاعد تسوي، أنت مدري إيش. والله هذه الثلاث أشياء يعني أكثر. كيف ترضيها؟ كلمة أحبك أو شيء يعني رومانسي تعوض الأشياء يعني. إذا طنشتها. هذه عن الثلاثة كاملة. وعن أي زعل بالدنيا؟ غير المطاعم، إذا صرت تأكل في مطاعم زينة هذه يمسكونك فيها بعد. يزعلونك ماما وبابا؟ بابا يزعلك؟ يزعلك بيش بابا؟ يعني أنا أسوي خطة بعدين يقبسني. بابا. والله كبت العشاء. طيب نهاوش بابا؟ نودي الشرطة؟ نضربه؟ نقبصه؟ طيب ايش نسوي فيه؟ تتركونا. عدم الاهتمام، ثاني شيء البخل عند الرجل، وثالث شيء التأخير عن البيت. طيب متى اخر مرة قد زعلت المدام؟ قبل شهر تقريبا. ايش كان الموقف اذا عادي تحكي؟ ها؟ ايش كان؟ التأخير عن البيت. طيب قبل السؤال، طيب انت خايف ان احنا ما نطلعك؟ بصراحة أتمنى أطلع عشان يشوفونا في مصر. أبشر. إن شاء الله. سؤالنا يقولك ثلاث أشياء تزعل المرأة. ثلاث أشياء بس؟ في حاجات كتير جدا بتزعل المرأة طبعاً. والله اللي بزعل المرأة طبعاً إن أنت تنهارها أو تعلي صوتك عليها، أو الحاجة التانية أنت تحسسها إن هي أقل من الستات التانيات، والحاجة التالتة لو طلبت منك طلب وأنت طنشت. الحاجات دي في حاجات كتير جدا بتزعل. التجاهل، عدم الاهتمام. بس الصراحه المراه ما حدش يقدر يزعلها، انا عن نفسي ما اقدرش ازعل المراه. طيب متى اخر مره زعلت المدام؟ اخر مره زعلت المدام ما زعلهاش. صدق هي شايفاني دلوقتي صدقني ما زعلهاش. كلمه تقولها لها؟ اقول لها ربنا يخليك ليا وانت احسن حاجه في الدنيا ان شاء الله. واقول واوصي اي راجل خلي بالك من زوجتك. بس ناخذ الاجابه اليوم من المراه نفسها، اعطيني ثلاث اشياء تزعلك. ولا شيء، الحمد لله دائما سعيدة. يعني اللي قبل صورنا معاه مذكر أشياء كلها مش فعلية؟ ممكن. احنا ما في شيء زعلنا، احنا كائنات مسالمة. لا صدق نتكلم صدق. السؤال ايش الشغلات اللي تزعل المرأة؟ كل شيء. انا اقول لك لا، شوفي المرأة كائن على قد بساطته إلا أنه هو معقد. المشكلة مو في المرأة، المشكلة في الرجل ما يعرف يتعامل مع المرأة فبالتالي هي بتزعل. لكن أنا عندي نصيحة للمرأة كثيرة الزعل، السؤال اللي كان بيسأل عنه تحديدا مبارك. الرجل دائما يجي البيت يبغى البيت هذا منطقة راحة له، فإنك تكوني شكاءة بكاءة نكدية وطوله تنكد عليه بهدف إنك تبغي الاتنشن، تبغي الاهتمام، تبغي العطاء، أول مرة حيطبطب يقول لك معليش يا حبيبتي، ثاني مرة حيخرجك يعشيك، حيجيب لك هدية معاه، بس كتر هذا النق ما عاد حيفرق معاه وحيهرب. إذا تبغي تخسري أزعلي كل يوم. هذا بالنسبة لي، يعني بالنسبة لموضوع الزعل والنكد الدائم. هل أنت امرأة كثيرة الزعل؟ أنا شاطرة في النكد، أنا ما أزعل بس يوم ما أنويها أعرف كيف أنكد مظبوط يعني، فعشان كده ما أزعل دائما بصراحة. طب أنت إيش الأشياء اللي تزعلك عشان تنكدي؟ يعني إيش ممكن يكون حصل زعلك فاضطريت إنك تنكدي؟ تبغين أقول لك عيب من عيوبي يعني؟ قولي. طيب أنا عندي عيب
دائما اعتقد انه طرفي الطرف الثاني لازم يكون فاهم ايش اللي انا اقوله من غير ما اتكلم، لازم يكون هم يعني في بديهيات محتاج انا اقول. اعتقد كثير من السيدات انت لازم تكون فاهمني، فحرام الرجال الغلبان هو ما يعني ما يعرف ايش السبب. انا في عقلي لا انت عارف ايش السبب، بس انا يعني ما عندنا المفهوم انه الرجل لازم تقولي له الموضوع بشكل واضح وصريح. مزبوط. انا ابغى كذا، انا زعلت من كذا. المرأة تعتقد انه هو لازم يكون عارف انا ايش ابغى. صح. وايش اللي زعلني بالاساس. فهذا اللي يحس انه هو عيب فيا. لا لا تخاف، ما عيب فيك، كل السيدات فيهم هذه الناحيه. هذا طبيعي يعني. طبيعي فينا. طبيعي. انت يا ريم. والله اول شيء انا بدي اعلق على الضيف الاول اللي قال لي يعني في سيدات فجأة تكون كل شيء مبسوط وفجأة تنقلب من غير اي سبب يعني كذا. برضه اتوقع انه في بعض السيدات عندهم هذه الناحيه. انه فجأة مودها يقلب. أيوة. مزاجها يقلب، تزعل كذا. أيوة. وتخلي المهمه صعبه. عارف هو السؤال انت كذا؟ انا؟ ايوه ان شاء الله ماني كده، ما اعتقد اني كده. شوف انا عندي ثلاث اشياء تزعلني اساسيه لما مثلا البس لبس جديد او شكل جديد او ستايل وزوجي يقول لي اوكي. ايوه انا عملت مجهود. اوكي يعني مش واو. أيوة. لا يعني هو بعدين يصلح يقول لا واو يعني لا خلاص انت قلت اوكي طبعا يعني ما هو حلو. ايوه هذا لما الزوجة تطلب من الزوج غير لمبة، جيب سباك، التلفزيون يبغاله مدري إيه، وما يصير شيء تضطر هي اللي تسوي. أيوة. طبعاً هو حيقول لها دحين، وهذا طبعاً إحنا نبغى شيء يصير في لحظته. أيوة. الآن أبغى تخلص هذا الموضوع. تغير الأسطوانة ولا تغير اللمبة ولا تصلح ده الشيء الآن. إحنا متوقعين إنه الآن لازم يحصل، ما في مجال إنه يتأخر. يأخذ الموضوع 6 شهور سنة. هذه كمان مشكلة حق اللي تزعلي بصراحة. صح ولا؟ أعتقد كثير سيدات يشاركون. أيوة. في هذا الموضوع. أعتقد البعض ريح نفسه إنه صارت تجيب هي السلم وتتشعبط وتصلح كل شيء وبطلت تطلب هذا الطلب يعني. كمان سبب ثالث يعني انه تخلي المرأة تزعل، يعني انا ممكن يزعلني ما انا تكلمت يعني هذه الاشياء شيء الاساسيه، اما انه هو قال كلمه مهمه، قال انه يمدح امرأة اخرى امامك. ايوه معناها هذه بديهيات. صح ولا لا؟ بديهيات هذه، ما فيها نقاش. مستحيل مهما كانت هذه المرأة، مهما كانت ثقتها في نفسها، مهما كانت يعني هي مدركة أنا إيش مكانتي عندك، مجرد إنك تمدح أحد ترى مش مقبول أدبيا، مش مقبول أنا أشوفها. يعني مش من الصفات الحسنة إنك أنت تمدح. ويمكن السلوك أحيانا أو طريقة التعبير لها دور، بس أنا بالنسبة لي أشعر إنه هو شيء مستفز. ما يصدق. ترى مو شرط إن المدح ده يكون في جمالها وشكلها، ممكن ما يمدح رئيسة وزراء ألمانيا. لا خليه يمدحها. لا. بعيدة. لا يمدحها. أنا تمدحني بس. أعتقد هنا أوكي منطقي، ولكن في سيدات زعلانين طول الوقت. في سيدة اللي تزعل مثلاً إنه زوجها مع أمه وأخواته في علاقة يعني كويسة بيناتهم وطول الوقت مع أمه وأخواته. في سيدة تزعل مثلاً إنه اليوم عيد العمال ليه ما جبت لي هدية؟ ما هي بتعمل في البيت يا ريم. لا شفتي اذا انت شكلك من هذه السيدات اللي اي مناسبه اليوم العالمي للاعتراف مثلا لازم هديه. أيوة. انا يعني ماني مع المراه الزعوله هذه اللي تدور المشكله على قولك، بس انا مع التقدير. معليش هي عامله اليوم مثلا يوم الام. اليوم يوم الأم، تبغى زوجك هو اللي يجيب لك هدية في يوم الأم ولا أبنائك؟ لا ياخذ العيال ويروح هو وعياله يجيبوا لي هدية. تصير 2-3 هو كمان مع أبنائه؟ إيه. هو هديته منفصلة ولا محسوبة من ضمن هدايا الأطفال؟ لا أكيد منفصلة. أكيد منفصلة عشان يصير عندي هديتين. طب هو ليش يجيب لك هدية في عيد الأم؟ عشان لازم ياخذ الأولاد ويعودهم على هذا الموضوع، يكون في تقدير للأم. أفهم. طب بس هو ليش يجيب هدية؟ رايح المول يشتري هدية عادي. ايش المشكله يعني؟ انت من النوع اللي تحبي هدايا في كل المناسبات، في اي مناسبه حتى لو كانت ما تخصه. هي مناسبه يعني هديه. لاني انا اهدي في اي حال، في اي مناسبة. من غير مناسبه. من غير مناسبه حتى. طيب لما تهدي يكون هو نوع من الاحسان. انت بتهدي، هل انت بتستني الرد، بتستني المقابل؟ لا، لانه هذه بديهيات، فهي لازم انها تصير من غير ما استنى. تزعلي وتاخذي الموضوع على محمل الجد اذا ما جاتك هديه؟ تحس في خاطري.
تحس في خاطري احيانا. وبعدها تشتغلي على موضوع النكد. وبعدين اشتغل على تشتغلي على النكد. ايه هذه تصفية حسابات باقي الاسبوع. يعني صراحة انا احيانا اشفق على هذا الرجل والله. يلاقيها من فين ولا من فين؟ مين الرجل؟ شوف يعني هي طريقة الزواج كذا. شوفي خليني أقول لك على شغلة. أنا آمنت تماماً الزوجة اللي تكون عاقلة وتروح تجيب السلم وتقوم بدور الرجل. طيب مع الوقت هي راح تشعر إنه هذا الرجل وجوده ثانوي في حياتها. لا خلي أشغله قبل لا يشغلني عاد. أوكي أنا أفهم ده الموضوع إنه لازم يقوم هو بواجبات البيت اللي من هذا النوع. يعني إنه أنا أكيد ما حشيل المقاضي فوق راسي والاسطوانة والدبة أكيد. يعني مع إنه بسويها بس شكرا. مع انه بسوي بقول لك في سيدات خلاص صاروا عمليات لدرجه انه خلاص انا ما صارت تسال مين اللي حيسوي ده او من الذي سيقوم بهذا الدور. تبغى بس مساله الوقت مهمه عندها. بعض الرجال ياخذ وقت اطول او ممكن يعني 6 شهور هذا مو وقت اطول. هذا انا ما راح اسوي بس بشكل غير مباشر يعني. بالضبط هذه الاشياء تاثر. انا اشوف صراحه تاثر يعني انه السيده تقوم باعمال الزوج. انا اشوف انه لا ما المفروض لا تأثر في العلاقة كثير. يعني بس أنا أبغى أرجع للنقطة الأساسية كنت بقولها إنه فعلياً الزوجة طبعاً بغض النظر عن كلامك قاعدة بقول يمكن 3/4 كان مزح. إن كنت بحاول إني أشوف كيف الناس كيف الزوجات يتفاعلوا مع بعض الأمور. فعلياً الزوجة اللي تبغى تنكد على زوجها وتبغى يهرب تزعل. انا شخص ما اتحمل الزعل. زعوله يعني تكون ما احب انا ازعل ولا احب انه هو يزعل. وانا احس ان العمر قصير ومره واحده ابغى اقضيها في زعل بس عشان ابغى اتنشن. هي تركيبه المراه تبغى دائما الاهتمام تبغى الاتنشن. على قولك لو راح بيت اهله تشوف انه هو خانها. لو راح مش عارف ايه انت فضلتهم عليا. الموضوع مو بهذه الطريقه ابدا. بالعكس يعني زي ما هو لي طريقة تفكيره أنت ليكي طريقة تفكيرك. لازم تستوعبيه هو يستوعبك. لكن الفكرة الأساسية لا تكثري وتفضلي تتكلمي هو يحاول يدور النفس اللي تسكتي فيه عشان هو يقولك أنا آسف وما يلقى هذا النفس. ففي الآخر فعلا حيروح عند أصحابه عند أخوياه وحيقدر يفضفض حيسمعوه. بالضبط. يعني لا حيقعد يتشرحوا عليه ولا حيقعدوا يقاطعوا. حيقعد هو يعبر ويقول اللي في خاطره. فيا زوجة يا حلوة يا عاقلة أزعلي في الوقت المناسب حتى لزعلك يكون لي قيمة. مظبوط كلامك روى. وكمان نصيحة أخيرة للزوج. أكثر شيء يسعد المرأة الكلمة الحلوة وإنك تمدحها. فكل ما أنت بتمدحها وبديها كلام حلو كل ما كانت الحياة جميلة جدا وخالية من الزعل. فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة. فهل النساء أكثر عرضة للإصابة به؟